الله ما استجبت الخيرات ولا استدفعت المصائب والآفات والأزمات إلا بتقوى الله تعالى رب الأرض والسماوات. القائل في محكم كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمفتاح بركات السماء وخيرات الأرض تقوى الله العزيز الحكيم. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وقوموا بما أوجب الله عليكم من الفرائض والواجبات، واجتنبوا المعاصي والسيئات، وامروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه كله حيث أمر. فلما سئل صاحب الحديقة عن عمله قال: أتصدق بثلث ما يخرج منها، أتصدق بثلث ما يخرج منها أي من الأرض، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا أي أزرع فيها مرة أخرى. رواه مسلم. فإذا أخذتم عباد الله بهذه الأسباب فأبشروا بخيرات الأرض وبركات السماء من الله تعالى. القائل في محكم تنزيله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فضلت عن المخالطين يا رب العالمين، آمين. وآخر دوانا أن الحمد لله رب العالمين. خلق كل شيء فقدره تقديرا، ولا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، وكان بعباده خبيرا بصيرا. سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى خلقه بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المؤمنين، إن الله عز وجل يذكر عباده إذا غفلوا، وينذرهم إذا عصوا، ويخبرهم أن ما يحل بهم من الآفات والأزمات هو من عند أنفسهم. فقال عز من قائل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وقال عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، الخلل في البشر وليس في رب البشر. الخلل في البشر الذي ابتعد عن المنهج الرباني وعاث في الأرض فسادا، ومنع الزكاة وضفف في الكيل والميزان، وتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولذلك يمسك الله تعالى القدر عن الإنسان كي يرفع رأسه إلى الملك الديان، ويرتدي عن البغي والطغيان، ويستيقظ من الغفلة والكسلان، ويعجل بالتوبة والغفران، متضرعا إلى ربه، متذللا بين يديه، معترفا بتقصيره وضعفه. عسى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، انه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل غيثا من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. الا يدبر شان عباده كيف يشاء بمقتضى علمه وحكمته ورحمته، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وهو أحكم الحكمة.
الحاكمين وارحم الراحمين واعلم العالمين ارحم بعباده منهم بانفسهم. والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. فاللهم انا خرجنا اليك من بيوتنا ودورنا متضرعين اليك راجين رحمتك وغيثك، فاسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تهلكنا بالسنين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا بالبلاد والعباد من حاجه الى بيتك ما لا نشكو الا اليك. اللهم انبت لنا الزرع واذر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء سقيا خير وبركه، فارحمنا برحمتك يا عزيز يا غفار، ولا تكلنا الى انفسنا الضعيفه طرفه عين. اللهم اجمع شمل الامه واكشف الغمه، اللهم اصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب واقبل توبه من يتوب. اللهم اصلح ولاه امرنا ووفقهم ما تحب وترضى وارزقهم البطانه الصالحه الناصحه. اللهم الف بين قلوبهم، اللهم الف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اطلب بنا وارحمنا برحمتك الواسعه يا رحيم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.